قيل عن الأب مقاريس الصعيدي إن إنسانا دوقس قد حضر من القسطنطينية ومعه صدقة للزيارة، فزار قلال الأخوة طالبا من أن يقبل منه شيئا، فلم يجد أحدا يأخذ منه لا كثيرا ولا قليلا، وكان إذا قابل أحدهم أجابه بأن لديه ما يكفي، وإنه مصل من أجله كمثل من أخذ منه تماما. فصار ذلك الدوقس متعجبا، ثم إنه أحضر ذلك المال إلى القديس مقاريوس وسجد بين يديه قائلا: لأجل محبة المسيح اقبل مني هذا القليل من المال برسم الآباء. فقال له القديس: نحن من نعمة الله مكتفين، وليس لنا احتياج إلى هذا، لأن كل من الأخوة يعمل بأكثر من حاجته. فحزن ذلك المحتشم جدا وقال: يا أبتا، من جهة الله لا تخيب تعبي، واقبل مني هذا القليل الذي أحضرته. فقال له الشيخ: امضي يا ولدي وأعطيه للأخوة. فقال له: لقد طفت به عليهم جميعا فلم يأخذوا منه شيئا، كما إن بعضهم لم ينظر إليه البتة. فلما سمع الشيخ فرح وقال له: ارجع يا ابني بمالك إلى العالم وأهله، لأننا نحن إناس أموات. فلم يقبل المحتشم ذلك، فقال له القديس: اصبر قليلا. وإنه أخذ المال وأفرغه على باب الدير، وأمر بأن يضرب الناقوس، فحضر سائر الأخوة وكان عددهم 2400. ثم وقف الأب وقال: يا أخوة، من أجل محبة السيد المسيح، إن كان أحدكم محتاجا إلى شيء فليأخذه بمحبة من هذا المال. فعبر جميعهم ولم يأخذ واحد منه شيئا. فلما رأى الدوقس منه ذلك صار باهتا متعجبا متفكرا، ثم ألقى بنفسه بين يدي الآب وقال: من أجل الله اهدمني. فقال له القديس: إنك إنسان كبير ذو نعمة وجاه ومركز، وشقاء الرهبنة كثير وتعبها مرير، فجرب ذاتك ثم خبرني. فقال: وبماذا تأمرني أن أفعله من جهة هذا المال؟ فقال له: أعمر به موضعا بالأجرة. ففعل، وبعد قليل ترهب، صلاته تكون معنا أمين. قيل عن القديس مقاريوس الوسطاني إن إنسانا أتاه بعنقود مبكر، فلما رآه سبح الله وأمر أن يرسلوه إلى أخ كان عليلا. فلما رآه الأخ فرح وهم أن يأخذ منه حبة واحدة ليأكلها، لكنه طمع شهوته ولم يخذ شيئا، وقال: خذوه لفلان الأخ لأنه مريض أكثر مني. فلما أخذ العنقود إليه رآه وفرح، لكنه قمع شهوته أيضا ولم يأخذ منه شيئا. وهكذا طافوا به على جماعة الأخوة، فكان كل من أخذوه إليه يعتقد إن غيره لم يره بعد، وهكذا لم يأخذ منه شيئا. وبعد أن انتهوا من مطافهم على أخوة كثيرين أنفذوه إلى الأب، فلما وجد إنه لم تضع منه حبة واحدة سبح الله من أجل قناعة الأخوة وزهدهم. وكان القديس يقول: كما إن بستانا واحدا يستقي من ينبوع واحدة تنمو فيه أثمار مختلف مذاقها وألوانها، كذلك الرهبان فإنهم يشربون من عين واحدة وروح واحد ساكن فيهم، لكن ثمرهم مختلف، فكل واحد منهم يأتي بثمره على قدر الفيض المعطى له من الله.
قال أحد الرهبان: لا تتعرف بالرئيس ولا تتملقه، لئلا يحصل لك من ذلك دالة فتشتاق للرئاسة. قال شيخ: يا حنوراني، يا من تطلب أن تملأ جوفك، الأجود لك أن تلقي فيه جمر نار من أن تتناول أطعمة الرؤساء. قال أنبأ إفرائام: اهرب من المشارب ولا تدخل المجالس، لئلا تصير زانيا خلوا من امرأة ساكنك. قال شيخ: المنصرف إلى العالم بعد رفضه إياه، إما أن يسقط في فخاخه ويتدنس قلبه بأفكاره، وإما أنه لا يتدنس لكنه يدين المتدنسين فيتدنس هو أيضا. وقال القديس باسيليوس: لا تتجول في سائر العالم حيث لا تنتفع، ولا تحب الأسفار أو الطواف في القرى والبيوت، بل اهرب منها لأنها فخاخ الأنفس، فإن ألح عليك أحدهم كي تدخل بيته معتقدا فيك العفة، فليتعلم ذلك الإنسان كيف يتبع إيمان قائد المئة الذي قال للسيد: إني غير أهل لأن تدخل تحت سقف بيتي، وبذلك يقوم إيمان هذا مقام كل شيء له. قال أنبا إفراطس: إن شاء الله حياتي فهو يعلم كيف يسوس أمري، وإن لم يشأ فما لي وللحياة. وكان يأبى أن يأخذ من أحد شيئا، وإذ كان مقعدا ملقى على سرير فقد كان يقول: إن أخذت من أحد شيئا فليس لي ما أكافئ به. وقال أيضا: يليق بالمتقدمين إلى الله أن ينظروا إليه وحده ويلتجئوا إليه بتورع هكذا، حتى لا يعير الشتيمة التفاتا، حتى ولو كانوا مظلومين ربوات من المرات. قال شيخ: المرائي بالمسكنة ويخدع بها الرحومين ليأخذ منهم شيئا في خفية فهو خاطف وظالم، لأنه أخذ بالرياء بغير وجه حق، وما كان وقفا على المساكين أخذه هو. قال الأب زينون: إن الراهب الذي يأخذ صدقة سوف يعطي حسابا عنها. قيل: حدث يوما أن جاء إلى الإسقيط إنسان غني عاد من غربة، وأعطى لكل راهب دينارا صدقة، وأنفذ كذلك بركة لبعض الملازمين قلاليهم، فرأى أحدهم في تلك الليلة حقلا مملوء أشواكا وإنسانا يقول له: اخرج ونظف حقل من أعطاك الأبرة. فلما قام باكرا أرسل الدينار لصاحبه قائلا له: خذ دينارك، لأنه ليست لي قوة على اقتلاع أشواك غيري، يا ليتني أستطيع اقتلاع أشواك حقلي فحسب. قال بعض الأباء: لا يكن لك في قلايتك ثوبا زائدا عن حاجتك ولست في احتياج إليه، لأن هذا هو موتك، لأن هناك قوما آخرين غيرك يؤلمهم البرد، وهم أضر منك وأحق، وأنت الأثيم، عندك ما يفضل عنك. لا تقتني إناء يزيد عن حاجتك حتى ولا سكرجة واحدة، وإلا فعليك أن تجيب عما فضل عنك. لا تقتني ذهبا في كل حياتك، وإلا فما يهتم الله بك. وإن أتاك أحد بذهب وكنت محتاجا فانفقه في قوتك، وإن لم تكن محتاجا فلا يبيت عندك. إن شئت أن تمتلك النوح فاجتهد أن تكون أوانيك وكل أمتعتك مسكينة فقيرة مثل الأخوة الشحاذين. إذا اقتنيت مصحفا فلا تتنمق في تجليده ولا تزينه،
ثوب جديد لا تلبس، لأن جميع هذه تمنع النوح. وبالإجمال ليكن جميع ما هو لك مما لا تتألم على فقدانه، ثيابك وحذاءك وكل أوانيك، لتكن هكذا حتى لو جاء قوم ليسرقوها لا يرضون بها ولا يعجبهم شيء منها. وقال بعض الآباء أيضا إن الله يحتمل خطايا العالم، أما خطايا أهل البراري فلا يحتمل، لأن ما يطالب به أهل العالم يختلف عما يطلبه ممن قد تخلوا عن العالم، لأن من هو في العالم له أعذار كثيرة. فأما نحن فأي عذر لنا؟ نحن الذين قد قصدنا البرية وتغربنا فيها. الحقيقة إن عقابا شديدا ونارا تلتهب تلحق بالعارفين لمشيئة الرب ولا يسلكون بمقتضاها. وقال القديس باسيليوس: هذا ما يليق بالراهب، التمسكن عقل منخفض، نظر مطرق إلى الأرض، وجه مقطب، زي مهمل، ثوب وسخ حتى يكون حالنا كأحال النائحين الباكين، ثوب بقدر الجسد، لأن الغرض منه شيء واحد هو ستر الجسد من الحر والبرد. ولا نطلب ازدهار الصبغ وحسنه، ولا نعومة الثوب ولا ليونته، لأن الميل إلى ذلك من صفات النساء، كما يجب أن يكون الثوب سميكا حتى لا يحتاج الأمر إلى وشاح ليدفي لابسه، وليكن الحذاء بسيطا يتمم الحاجة الداعية إليه. وكذلك الحال في الطعام، خبزة واحدة تسد الجوع، والماء ليروي ظمأ العطشان، أما المشي فلا يكون بطيئا بالحلال، كما لا يكون بسرعة وعجرفة حيث الحركات الخطرة. من كلام ماري إسحاق: شيطان الزنا يرصد ثوب الراهب، هل يلبسه باستمرار أو يغيره عند التقائه بآخر، لأن هذا هو مفتاح الزنا. وقال أيضا مخاطبا الإخوة: إن آباءنا كانوا يلبسون خرقا موصولة قديمة وأغطية عتيقة، أما الآن فلباسنا ثياب غالية الثمن، امضوا منها هنا فقد أفسدتم ما كان ها هنا. ولما كانوا عاكدين أن يمضوا إلى الحصاد قال لهم: لن أوصيكم بشيء لأنكم لا تحفظون شيئا. قال أنبا بموة: يليق بالراهب أن يلبس ثوبا لو تركوا خارق قلايته أياما مطروحا، لا يرضى أحد أن يأخذه لحقارته. قيل عن يوحنا فم الذهب: إن مدة إقامتي في البطريركية كان غذاءه ماء الشعير والدشيشة يوميا، كما كان يأخذ طعامه بوزن ومقدار، وهذا ما جعله أن ينسى الشهوة. أما ثوبه فقد كان من خرق وشعر خشن ولم يكن له ثالث. وبخصوص البعد من الأقرباء قيل إن راهبا سأل الأب برسنوفيوس بشأن أخيه العلماني المحتاج إلى ثوب، فأجابه: أتسألني أيها الأخ بخصوص أخيك؟ إني لا أعرف لك أخا غير المسيح، فإن كان لك أخوة فاعمل معهم ما شئت، فأنا ليس لي كلام، لأنه إن كان الرب نفسه قال: من هي أمي ومن هم إخوتي، فماذا أقول أنا لك؟ هل تطرح وصية الرب وترتبط بمحبة أخيك حتى ولو كان مفتقرا إلى ثوب؟ وإن كنت قد ذكرت أخاك فلما لم تتذكر المساكين الآخرين؟ لا، بل لم تذكر القائل عن نفسه: إني كنت عريانا ولم تكسوني، ولكن الشياطين تلاعبك، بل وتذكرك أيضا بأولئك الذين كنت قد جحدتهم لأجل المسيح
لكي ما تظهر مخالفا لأوامره. كذلك قيل سأل أحد الأخوة شيخا وقال له إن أختي مسكينة فهل أعطيها صدقة إذ ليس لها نظير في المساكين؟ قال له الشيخ لا. قال الأخ لما أيها الآب؟ قال له الشيخ لأن الدم يجذبك إلى ذلك أكثر من وصية المسيح. قيل كذلك إن بعض الأخوة كانت له والدة تقية، فلما حدثت مجاعة كبيرة أخذ قليلا من الخبز ومضى إليها، ولما كان يسير جاء إليه صوت قائلا أتهتم أنت بوالدتك أم أنا المهتم بها؟ فميز الأخ قوة الصوت وخر على الأرض بوجهه قائلا أنت يا رب هو المهتم بنا، ونهض راجعا إلى قلايته. وفي اليوم الثالث جاءت إليه والدته وقالت له إن فلانا الراهب أعطاني قليلا من الحنطة، خذها واصنع لنا أرغفة لنأكل. فلما سمع الأخ بذلك مجد الله وقوي أمله. قال أحد الأباء إن جحدت أنسباءك بالجسد مع أمور الجسد لأجل الله فلا تخدع للرحمة على والدتك أو ابنك أو أخيك أو أحد أنسباءك، لأنك قد تخليت عن هذه كلها. اذكر ساعة موتك فلن ينفعك واحد منهم. قال عن أحد رهبان اليسقيط إنه أخذ ولده في خدمة سلطانه، فكتبت أم الصبي إلى زوجها الراهب أن يسأل الوالي في إطلاقه، فأجاب الراهب وقال للمرسال إن هو أخلي سبيله أما يأخذون غيره؟ قال نعم. قال الراهب وأية منفعة من أن أفرح قلب هذه وأحزن قلب أخرى؟ وكان ذلك الراهب يعمل عملا متواصلا، فكان يأخذ منه حاجته وما بقي بعد ذلك يفرقه على المساكين. فلما حدثت مجاعة عظيمة أرسلت إليه ولده لتطلب منه أن يعطيها خبزا قليلا، فلما سمع الراهب قال لولده أما يوجد في الموضع قوم آخرون محتاجون مثلكم؟ فأجابه نعم يا أبي كل الناس محتاجون. فأغلق الباب في وجهه وتركه باكيا وقال امضي يا ولدي والمهتم بالكل يهتم بكم. فسأل أحد الأخوة الشيخ قائلا أما يؤلمك الفكر إذ رددت هكذا؟ فأجابه إن لم يكره الإنسان نفسه في كل أمر فما يقدر أن يقوم شيئا من الصلاح البتة. كان لأحد الرهبان أخ علماني وكان يواسيه من عمله، وبقدر ما كان يواسيه كان ذاك يفتقر أكثر. فمضى الراهب وأخبر بعض الشيوخ، فقال له الشيخ إن سمعت مني فلا تعد تعطيه شيئا، بل قل له لما كان لي كنت أعطيك، أما الآن فبقدر ما تيسر لك هات أنت لي، وكل ما يأتي به إليك أعطيه للمساكين وأسألهم أن يصلوا من أجله. فلما جاءه أخوه العلماني قال له كما أعلمه الشيخ، فمضى من عنده كئيبا. وفي اليوم الثالث أحضر له من تعبه قليل بقل، فأخذها الراهب وأعطاها للشيوخ وسألهم أن يصلوا من أجله. ولما جاء ثاني مرة أحضر له بقولا وثلاث خبزات، فأخذها الراهب وعمل مثلما عمل أولا. ولما جاء لثالث مرة أحضر له أشياء ذات ثمن كنبيذ وسمك، فلما رأى الراهب ذلك تعجب واستدعى المساكين وأطعمهم وقال لأخيه هل أنت محتاج إلى قليل من الخبز فأعطيك؟ فقال له ذاك لا يا أخي، لأن لما كنت أأخذ منك شيئا كان كأنه نار يدخل إلى بيتي فتأكله، وكأنه هباء تأخذه الريح فلا أجده.
ومنذ أن توقفت عن أن آخذ منك شيئا بارك الله لي. فمضى الراهب وأخبر الشيخ بكل ما جرى، فقال الشيخ إن متاع الراهب هو نار أينما دخل أحرق. قال أحد الآباء لراهب له مقتنيات: لقد سمي الراهب متوحدا لأنه أصبح يعيش وحده لا يمتلك شيئا، فإن كان له ملك يجار عليه ويظلم فيه أو يجور هو ويظلم، فليس هو إذن براهب، لأن نواميس الملوك لا تسلم بأن يحاكم الرهبان في مجالس أحكامهم لأنهم قد ماتوا عن العالم. ولذلك فقد عدم كل عفو ذلك الراهب الذي يدخل نفسه في مجالس الحكام لأجل شيء يظلم فيه أو يجار عليه. قيل أيضا أراد في يوم من الأيام والي البلاد أن يشاهد أنبا بيمن، ولكن الشيخ لم يشأ ذلك، فقبض الوالي على ابن أخته بهذه الحجة وحبسه كأنه قد عمل عملا منكرا، وقال إن جاء الشيخ وسألني من أجله فسوف أطلقه. فجاءت إليه أخته باكية على الباب فلم يجبها بجواب البتة، فكررت عليه قائلة: يا قاسي القلب ويا حديدي الأحشاء ارحمني، فإنه وحيدي وليس لي سواه. فقال لها بيمن: ما ولد أولادا. فلما سمع الوالي قال: إن سألني بالمكاتبة فقط فإني أطلقه. فأجاب الشيخ قائلا: استفحصه على ما يأمر به الشرع، فإن كان مستحقا للقتل فليقتل، وإلا فافعل كما تريد. قال أحد الشيوخ إن الرهبان المتوشحين بالزي المقدس القاطنين في الأديرة لا يليق بهم أن يقولوا لي ولك ولهذا ولذاك، والجماعة المشتركة كذلك ليس لهم أن يعتبروا شيئا ما ملكا لواحد منهم، ولا يدور فيما بينهم لي ولك ولهذا ولذاك، وإلا فما يليق أن تدعى كونونيون الذي هو العيشة المشتركة، بل مجامع لصوص مملوءة من كل رذيلة وسلب للأشياء الطاهرة. من الديارخس الذي قد حظي وقارا بمعرفة مقدسة وذاق الحلاوة الإلهية لا يجب له أن يحاكم قط، ولا يقيم دعاوي أو يكذب إلى مجلس حكم بالجملة، حتى ولو سلبه سالب ملابسه، لأن عدالة السلاطين في هذا الظهر ليست شيئا بالمرة بالنسبة إلى عدالة الله. وإلا فأي فارق إذن بين أولاد الله وأولاد هذا الدهر؟ وإليك ما فعله سيدنا يسوع المسيح، فإنه لما شتموه لم يشتم هو عوضا، ولما ألموه لم يهدد، ولما نزعوا ثيابه لم يتكلم وتوجع لأجل خلاصنا. وما هو أعظم من ذلك كله، إنه سأل الآب للغفران لفاعلي المكروه به. سأل أخ شيخا قائلا: أريد أن أقيم مع آخر في كومنيون عيشة مشتركة حتى أستريح في قلايتي، ويعطيني عملا أعمله بيدي ويهتم بي. قال الشيخ: لا تفعل ذلك، وإلا فما كنت تستطيع أن تعطي أحدا خبزا. سأل أخ الأب بي من قائلا: أريد أن أدخل في كونونيون وأسكن فيه. فقال له الشيخ: إن شئت سكن الكونونيون، فإن لم تعتق نفسك من كل هم محادثة وتبتعد عن سائر الأشياء فلا يمكنك سكن كونونيون، لأنه لن يكون لك هناك سلطان إلا على عصاك. قال أحد الآباء: إن شئت أن تجد راحة في هذه الدنيا قل في كل أمر تعمله: أنا من أنا
أنا لا تدن أحدا. وقال آخر: ليكن فكرك فكرا صالحا هادئا في أي موضع سكنت فيه، كما لا تطلب أن تلقي قولك قدامك فتستريح. وقال آخر: حيثما تجلس قل غريب أنا غريب أنا. وقال آخر: جاور من يقول أي شيء أريد أنا، فبمجاورتك لذاك سوف تجد راحة. وقال آخر: لا تسكن في موضع له اسم، ولا تجالس إنسانا عظيم الاسم. سأل أخ الأب بي من قائلا: ما معنى قوله الذي يغضب على أخيه باطلا؟ قال له: إن أخذ أخوك منك شيئا وظلمك فيه وغضبت عليه بسببه، فغضبك هذا يكون باطلا، لأنك غضبت لأجل أشياء باطلة. أما إن أراد إبعادك عن الله خالقك، فحينئذ اغضب جدا، لأن غضبك حينئذ لا يكون باطلا. وسمع عن إنسان مرة إنه كان يواصل صوم 6 أيام لكنه كان يغضب، فقال: إن كان هذا قد تعلم كيف يطوي الأسبوع، فكيف لا يتعلم كيف يبعد عنه الغضب؟ قال الأب مقاريوس: إن كنت في حال ردعك غيرك تحرد وتغضب، فأولى بك أن تشفي ألمك أولا، لأنه لا يليق أن تهتك نفسك لتخلص غيرك. سأل أخوة الأب أرمانيوس قائلين: ماذا يجب أن نتدبر؟ فأجابهم الشيخ: لا أتذكر إني سألت في وقت من الأوقات إنسانا بأن يعمل شيئا ما لم أسبق، فأجيل في خاطري إني لا أغضب متى خالفني ولم يعمل بما قلته له. وهكذا عشنا عمرنا كله بسكون وسلام. سأل أخ شيخا قائلا: إن سكنت مع أخوة ورأيت منهم أمرا غير لائق، فهل تشاء أن أتكلم؟ قال الشيخ: إن كان هم أكبر منك أو في مستواك فسكوتك خير لك، لأنك بسكوتك تخلص. فقال الأخ: فماذا أعمل أيها الآب؟ لأن الأرواح تقلقني بأن أتكلم، وهكذا تجدني متعبا. فقال له الشيخ: إن كان ولا بد فأذكرهم مرة بالاتضاع، وذلك بأن تؤخر إرادتك وتخضع لله، محتاطا لنفسك ألا تتكلم فيهم بنميمة. وعندي إن السكوت أفضل، لأنه دليل على الاتضاع. قال بعض الآباء إنه لا يوجد أفضل من هذه الوصية: لا تزدري بأحد من الأخوة، وذا قد كتب: توبيخا توبخ قريبك، ولا تأخذ بسبب خطية، فإن علمت إن أخاك مخطئ ولم تخبره بغلطته وثبت فيها يموت بخطيته. ما أجود التوبيخ، لا سيما إذا كان بمحبة واتضاع، لا بمعيرة وازدراء. قال الشيخ: إن كل كلمة تكلم بها الإنسان ولا يستطيع أن ينطق بها قدام أخيه، فإنها تعتبر نميمة ووشاية. من كتاب يوحنا الدربي: سمعت نمامين، فلما زجرتهم قالوا لي بأنهم لا يفعلون شرا، وإنما يفعلون ذلك محبة وشفقة على أولئك الذين يتكلمون في حقهم. أما أنا فقلت لهم: ليست هذه محبة، لكنك إن كنت تحبه حقا فصل من أجل خفية، ولا تهبو وتسب أحدا.
ظن بيم. قد تجد إنسانا يظن بأنه صامت لكن فكره يدين آخرين، فمن كانت هذه صفته فهو أبدا يتكلم، وقد تجد آخر يتكلم من بكرة إلى عشية ويلازم الصمت، أعني إنه لا يتكلم كلمة بلا منفعة. وقال شيخ: إن شئت معرفة الطريق فعليك بأن تعتقد في ضاربك كاعتقادك في من يحبك، وفي شاتمك كمن يمجدك، وفي ثالبك كمن يكرمك، وفي مخزيك كمن ينيحك. وقال آخر: إن لم يكن قد صار عندك الامتهان كالإكرام، والخسران كالربح، والغربة كالقرابة، والعوز كالفضيلة، فامضي واعمل ما شئت. وقال آخر: إن لم يعتقد الإنسان في ظالمه كاعتقاده في الطبيب فإنه يظلم نفسه ظلما عظيما، فسبيلك أن تتذكر ظالمك كتذكرك لطبيبك النافع لك مرسلا من قبل المسيح إليك، كما يلزمك أن تتألم من أجل اسمه. قيل عن القديس مقاريوس إنه كان في بعض القلال أخ صبر منه شنيع، وسمع به الأب مقاريوس ولم يرد أن يبكته، فلما علم الأخوة بذلك لم يستطيع صبرا، فما زالوا يراقبون الأخ إلى أن دخلت المرأة إلى عنده، فأوقفوا بعض الأخوة لمراقبته وجاءوا إلى القديس مقاريوس، فلما أعلموه قال: يا إخوة لا تصدقوا هذا الأمر، وحاش لأخينا المبارك من ذلك. فقالوا: يا أبانا اسمح وتعال لتبصر بعينك حتى يمكنك أن تصدق كلامنا. فقام القديس وجاء معهم إلى قلاية ذلك الأخ كما لو كان قادما ليسلم عليه، وأمر الأخ أن يبتعد عنه قليلا، فما أن علم الأخ بقدوم الأب حتى تحير في نفسه، وأخذته الرعدة، وأخذ المرأة ووضعها تحت ماجور كبير عنده، فلما دخل الأب جلس على الماجور وأمر الأخوة بالدخول، فلما دخلوا وفتشوا القلاية فلم يجدوا أحدا، ولم يمكنهم أن يوقفوا القديس من على الماجور، ثم تحدثوا مع الأخ وأمرهم بالانصراف. فلما خرجوا أمسك القديس بيد الأخ وقال: يا أخي على نفسك أحكم قبل أن يحكموا عليك، لأن الحكم لله. ثم ودعه وتركه، وفيما هو خارج إذ بصوت أتاه قائلا: طوباك يا مقاريوس الروحاني، يا من قد تشبهت بخالقك تستر العيوب مثله. ثم أن الأخ رجع إلى نفسه وصار راهبا حكيما مجاهدا وبطلا شجاعا. صلوات جميعهم تكون معنا آمين. أقوال بعض القديسين في الدينونة. قال القديس دوروساوس إنه لا شيء أردأ من الدينونة للإنسان، لأن بسببها يتقدم إلى شرور ويسكن في شرور. فمن دان أخاه في قلبه وتحدث في سيرته بلسانه وفحص عن أعماله وتصرفاته وترك النظر فيما يصلح ذاته وانشغل عما يلزمه بما لا يلزمه من الأمور التي ينشأ عنها الازدراء والنميمة والملامة والتعيير، فحينئذ تتخلى المعونة الإلهية عنه فيسقط فيما دان أخاه عليه. أما النميمة فتصدر من ذاك الذي يخبر بما فعله أخوه من خطايا شخصية، فيقول عنه إنه قد فعل كذا وكذا. وأما الدينونة فبأن يخبر بما لأخيه من خلق رديء، فيقول إنه سارق أو كذاب أو ما شابه ذلك،
فيحكم عليه بالاستمرار فيها وعدم الإقلاع عنها. وهذا النوع من الدينونة صعب جدا، ولذلك شبه ربنا خطية الدينونة بالخشبة والخطية المدانة بالقذى. من أجل ذلك قبل توبة العشار زكى وصفح عما فعله من أثام، وشجب الفريس لكونه دان غيره مع ما له من صدقة وصوم وصلاة وشكر الله على ذلك. فالحكم على خليقة الله يليق بالله لا بنا، فدينونة كل واحد وتزكيته هي من قبل الله وحده، لأنه هو وحده العارف بسر كل إنسان وعلى نيته، وله وحده إصدار الحكم في كل أمر وعلى كل شخص، إذ يتفق أن يعمل إنسان عملا بسذاجة وبقصد يرضي الله وتظن أنت غير ذلك، وإن كان قد أخطأ فمن أين تعلم إن كان قد تاب وغفر الله له، أو إن كان الله دانه في العالم إذا ذنوبه. فالذي يريد الخلاص إذن ليس له أن يتأمل غير نقائص نفسه، مثل ذلك الذي رأى أخاه قد أخطأ فبكى وقال: اليوم أخطأ هذا الأخ وغدا أخطئ أنا. وربما يفسح الرب لهذا فيتوب وقد لا يفسح لي أنا. ويكمل كلامه القديس دورساوس ويقول: فبالحقيقة ويل لمن يدين أخاه، فإنه سيهلك نفسه بكونه صار ديانا ولكونه يؤذي الذين يسمعونه. وعنه يقول النبي: ويل للذي يسقي أخاه كأسا عكرة، وكذلك ويل للذي من قبله تأتي الشكوك. أما أصل هذا كله فهو عدم المحبة، لأن المحبة تغطي كل عيب. أما القديسون فإنهم لا يدينون الأخ، لكنهم يتألمون معه كعدو منهم، ويشفقون عليه ويعضدونه ويتحايلون في سبيل خلاصه، حتى ينتشلونه كالصيادين الذين يرخون الحبل للسمكة قليلا قليلا حتى لا تخرق الشبكة وتضيع. فإذا توقفت ثورة حركتها حينئذ يجرونها قليلا قليلا. هكذا يفعل القديسون، فإنهم بطول الروح والمحبة يجتذبون الأخ الساقط حتى يقيموه، كما فعل شيخ إذ جلس على المخبأ أي الماجور الذي كانت تحته المرأة لكي لا يجدها. أولئك الذين نموا على الأخ بشفقة ومحبة لا باستنقاص وتعيير. كذلك أخبر أحد رؤساء الأديرة عن شيخ من الشيوخ القديسين إنه سكن قريبا من الدير، وكان ذا نفس راجحة في الصلاح، فجاوره أخ راهب، واتفق في غيبة الشيخ أن طغى الأخ وفتح قلايته ودخل، فأخذ زنابيله ومصاحفه. فلما رجع الشيخ وفتح قلايته لم يجد زنابيله ولا باقي حاجاته، فجاء إلى الأخ ليخبره بما جرى له. وبدخوله قلاية الأخ وجد زنابيله ومصاحفه في وسطها، لأن الأخ لم يكن بعد قد خبأها. فلمحبة الشيخ رأى ألا يحرجه أو يوبخه أو يخجله، فتظاهر بوجود ألم في بطنه ويحتاج الأمر لزواله إلى قضاء الحاجة، فدخل إلى بيت الراحة وأبطأ فيه وقتا طويلا، حتى إذا تأكد أن الأخ خبأها خرج الشيخ وبدأ يكلمه في أمور أخرى ولم يوبخه. وبعد أيام قليلة عثروا على زنابيل الشيخ عند الأخ، فأخذه قوم وطرحوه في الحبس. فلما سمع الشيخ إنه في الحبس
ولم يكن يعرف العلة التي من أجلها حبس، قام وجاء إلى الرئيس وقال له: اصنع محبة وأعطني بيضا وخبزا قليلا. فقال له ذاك: من البين إنه يوجد عندك اليوم ضيوف. فقال له: نعم. فأخذ الشيخ ما طلبه ومضى إليه في الحبس ليجد الأخ غذاء من الطعام. فلما دخل ليفتقده خر الأخ على رجليه وقال له: يا معلم، لقد جيء بي إلى ها هنا لأني أنا هو الذي سرقت زنابيلك ومصاحفك تجدها عند فلان، وثوبك تجده أيضا عند فلان. فقال له الشيخ: بالحقيقة يا ولدي، أعلم تماما إني لست من أجل هذا الأمر دخلت إلى الحبس، ولم أعلم بوجه من الوجوه إنك جئت من أجلي إلى هاهنا، لكني سمعت إنك محبوس فاغتميت، وجئت مصلحا لك طعاما تتغذى به، فاقبل الخبز والبيض وخذه من أجل محبتي. ثم أن الشيخ خرج إلى أكابر البلد وأعلمهم بأن هذا الأخ بريء، وسألهم ألا يجلبوا على أنفسهم خطية، ولكونه معروفا بينهم بالفضل والخير سمعوا لكلامه ولوقتهم أطلقوه. فهذا الأخ بقي تلميذا عند الشيخ بقية أيام حياته ولم يكلمه بكلمة واحدة قط. وأيضا قال شيخ: لا تدن الفاسق أيها الضعيف، لألا تصير مثله مخالفا للناموس، لأن الذي قال لا تزن قال أيضا لا تدين. والرسول يعقوب يقول: إن من حفظ الناموس كله وزن في واحدة منه صار مطالبا بالجميع. قال يوحنا السينائي: إنه في حال جلوسي في البرية الجوانية جاءني أحد الأخوة متفقدا من الدير، فسألته: كيف حال الأخوة؟ فأجابني: بخير بصلاتك. فسألته أيضا عن أخ واحد كانت سمعته قبيحة، فأجابني: صدقني يا أبي، إنه لم يتب بعد منذ ذلك الوقت الذي أشيعت عنه فيه تلك الأخبار. فلما سمعت ذلك قلت: أف. فعند قولي أف أخذني ثبات، وكأن نفسي قد أخذت، فرأيت إني قائم قدام الجمجمة والمسيح مصلوبا بين نصين، فتقدمت لأسجد له، ولكنه أمر الملائكة الواقفين قدامه بإبعادي خارجا قائلا: إن هذا الإنسان قد اغتصب الدينونة مني ودان أخاه قبل أن أدينه أنا. فوليت هاربا، فتعلق ثوبي بالباب وأغلق عليه، فتخليت عن ثوبي هناك. فلما استيقظت قلت للأخ الذي جاءني: ما أردأ هذا اليوم علي؟ فأجابني: ولم يا أبي؟ فأخبرته بما رأيت وقلت: لقد عدمت هذا الثوب الذي هو سترة الله لي. ومن ذلك اليوم أقام القديس هكذا تائها 7 سنين في البراري، لا يأكل خبزا ولا يأوى تحت سقف ولا يبصر إنسانا. وأخيرا رأى في منامه كأن الرب قد أمر أن يعطوه ثوبا، فلما انتبه فرح فرحا عظيما، وبعد أن أخبرنا بذلك ب3 أيام تنيح. فلما سمعنا ذلك تعجبنا قائلين: إن كان الصديق بالجهد يخلص فالمنافق أين يظهر؟ من خبر لتدرس الرهاوي: كان بتلك النواحي حبيس قديم، فمضى إليه القديس تدرس الأسقف وسأله أن يعرفه بسيرته من أجل الرب، فتنفس الحبيس الصعداء وتنهد من صميم قلبه وزرفت دموعه وقال:
سيرتي فأنا أخبرك بها، لكن لا تشهرها لأحد إلا بعد انتقالي. فأعلم أيها الأب أني خدمت بدير 3 سنوات مع أخ أكبر مني، وبعد ذلك جئنا إلى البرية في بابل القديمة وسكننا مغائر لم يبعد بعضها عن بعض كثيرا، وكنا نتغذى من الحشائش النامية من ذاتها من سبت إلى سبت، وكنا إذا خرجنا لنجمع الحشائش لغذائنا يتراءى مع كل واحد منا ملاك يحفظه، ولم يكن أحد يخاطب الآخر ولا يقترب منه. وفي أحد الأيام رأيت أخي من بعد وقد قفز عن موضع طائرا كأنه نجا من فخ ومضى هاربا إلى قليتي، فلما عجبت من قفزته مضيت إلى ذلك الموضع ليتحقق الأمر، فوجدت هناك ذهبا كثيرا فأخذته، ثم جئت إلى المدينة وابتعت موضعا لضيافة الغرباء وابتعت برسمه مواضع كافية للإنفاق عليه، وأقمت عليه رجلا خبيرا بتدبيري. أما باقي المال فقد تصدقت به على المساكين حتى لم أبق لي منه ولا دينارا واحدا. ثم عدت طالبا قليتي وفكري وسوس لي قائلا إن أخي من فشله ما استطاع تدبير ما وجده من المال، أما أنا فقد دبرته حسنا. وفي حال تفكري بهذا وجدت نفسي وقد وصلت بقرب قليتي، ورأيت ذلك الملاك الذي كان قبلا يفرحني وإذا به ينظر إلي نظرة مفزعة قائلا لي لماذا تتعجرف باطلا؟ إن جميع تعبك الذي أشغلت نفسك فيه كل هذه الأيام لا يساوي تلك القفزة الواحدة التي قفزها أخوك، لأنه ما جاز عن حفرة الذهب فحسب، بل عبر أيضا تلك الهوة الفاصلة بين الغني والعازر، واستحق لذلك السكنة في أحضان إبراهيم. من أجل ذلك فقد أصبح حالك ليس شيئا بالنسبة لحاله بما لا يقاس، وها هو قد فاقك كثيرا جدا، ولهذا صرت غير أهل لأن ترى وجهه، كما لم تحظى برؤياي معك بعد. وإذ قال لي الملاك ذلك غاب عن عيني، ثم أني جئت إلى مغارة أخي فلم أجده فيها، فرفعت صوتي باكيا حتى لم يبق في قوة للبكاء. وهكذا أقمت 7 أيام أطوف تلك البرية باكيا، فما وجدت أخي ولا وجدت عزاء. فغرقت ذلك الموضع مادبا وجئت إلى هنا، فأقمت في هذا العمود 49 سنة محاربا أفكارا كثيرة وشياطين ليست بقليلة، وكان على قلبي غمام مظلم وحزن لا يمازجه عزاء. وفي 50 في صبيحة الأحد أشرق على قلبي نور حلو قشع عني غمام الآلام، وبقيت مبتهلا بقلب خاشع متنديا بدموع ذات عزاء. فلما جازت 3 من النهار وأنا ملازم للصلاة قال لي الملاك السلام لك من الرب والخلاص، فتعزى قلبي. قيل أخطأ أحد الإخوة فطرد، فقام الأب بيساري وخرج معه قائلا وأنا أيضا خاطئ. وحدث مرة أن هفى أخ بالإسقيط وانعقد مجلس بسببه، فقام الأب بيور وأخذ خرجا وملأه رملا وحمله على ظهره، كما أخذ كيسا صغيرا ووضع فيه قليلا من الرمل وجعله قدامه. فسألوه ما هذا الخرج المملوء كثيرا؟ فقال إنها خطاياي قد طرحتها وراء ظهري حتى لا أنظرها ولا أتعب لأجلها، أما هذا الرمل القليل الموجود قدامي فهو خطايا أخي
وقد جعلتها قدامي لأدينه عليها. فلما سمع الإخوة ذلك انتفعوا وغفروا للأخ. قيل سأل أحد الأخوة شيخا قائلا: ما السبب في إني أدين الأخوة دائما؟ فأجابه الشيخ: لأنك ما عرفت ذاتك بعد، لأن من عرف ذاته لا ينظر عيوب أخوته. قيل كذلك كان أخان في كومنيون واستحق أن ينظر كل واحد منهما نعمة الله على أخيه، فعرض لأحدهما أن يخرج يوم الجمعة خارج الكومنيون فرأى إنسانا يأكل مبكرا، فقال له: أفي هذا الوقت تأكل يوم الجمعة؟ ولما كان الغد رآه أخوه ولم يبصر عليه النعمة التي كانت ترى عليه فحزن لذلك، ولما جاء إلى قلايته قال له: ماذا عملت يا أخي؟ قال: ما عملت شيئا حتى ولا فكرت فكرا رديئا. قال له: ألم تتكلم بشيء؟ فقال: نعم، بالأمس رأيت إنسانا خارج الكومنيون يأكل مبكرا، فقلت له: أفي هذا الوقت تأكل يوم الجمعة؟ فقام بالتكفير عن ذلك مدة أسبوعين وسأل الله بتعب، فظهرت نعمة الله على الأخ فشكر الله كلاهما. قال أحد الآباء: إن أخا من الأخوة جاء إلى آخر وتحدث بشأن أخ لا يحفظ العفة، فأجاب الآخر وقال: وأنا سمعت بهذا أيضا. فلما مضى ذلك الأخ إلى قلايته لم يجد فيها الراحة التي تعودها، فقام ورجع إلى ذلك الأخ وضرب له مطانية قائلا: اغفر لي فإني لم أسمع شيئا عن ذلك الأخ. فقال له الآخر: كذلك، ولا أنا سمعت شيئا. فلما ندم على ما قال وجد راحة. قال أخ للأنبا بيمن: إن أنا رأيت أخا قد سمعت عنه سماعا قبيحا، فهل من الواجب علي ألا أدخله قلايتي؟ وإن رأيت أخا صالحا فهل أفرح به؟ فأجابه الشيخ: إن أنت صنعت مع الأخ الصالح خيرا قليلا فاصنع ضعفه مع ذاك، لأنه أخ مريض. قال القديس أناستاسيوس: لا تكن ديانا لأخيك لتؤهل أنت للغفران، فربما تراه دائما خاطئا لكنك لا تعلم بأي خاتمة يفارق العالم. فذلك اللص المصلوب مع يسوع كان للناس قتالا وللدماء سفاكا، ويوداس الرسول كان تلميذا للمسيح ومن الأخصاء إذ كان الصندوق عنده، إلا أنهما في زمن يسير تغيرا، فدخل اللص الفردوس واستحق التلميذ المشنقة وهلك. وقال أيضا: إن أخا من الرهبان كان يسير بتوان كثير، هذا وجد على فراش الموت وهو في النزع الأخير بدون جزع من الموت، بل كانت نفسه عند انتقاله في فرح كامل وسرور شامل. وكان الأباء وقتئذ جلوسا حوله، لأنه كانت العادة في الدير أن يجتمع الرهبان كلهم أثناء موت أحدهم ليشاهدوه. فقال أحد الشيوخ للأخ الذي يموت: يا أخانا، نحن نعلم إنك أجزت عمرك بكل توان وتفريط، فمن أين لك هذا الفرح والسرور وعدم الهم في هذه الساعة؟ فإننا بالحقيقة لا نعلم السر، ولكن بقوة الله ربنا تقوى واجلس واخبرنا عن أمرك العجيب هذا، ليعرف كل منا عظائم الله. وللوقت تقوى وجلس وقال: نعم يا أبائي المكرمين، فإني أجزت عمري كله بالتواني والنوم، إلا إنه حدث الآن في هذه الساعة
أن أحضر لي ملاك كتاب أعمالي التي عملتها منذ أن ترهبنت. وقالوا لي: أتعرف هذا؟ قلت: نعم، هذا هو عملي وأنا أعرفه، ولكن من وقت أن صرت راهبا ما دمت أحدا من الناس قط، ولا نميت قط، ولا رقدت وفي قلبي حقد على أحد، ولا غضبت البتة. وأنا أرجو أن يكمل في قول الرب يسوع المسيح القائل: لا تدينوا لكي لا تدانوا، اتركوا يترك لكم. فلما قلت هذا القول تمزق للوقت كتاب خطاياي بسبب إتمام هذه الوصية الصغيرة، وإذ فرغ من هذا الكلام أسلم الروح، فانتفع الأخوة بذلك وسبح الله. سئل شيخ: إن كان الله يقبل توبة الخطاة، فرد على سائله قائلا: اخبرني أيها الحبيب، لو أن ثوبك تمزق فهل كنت ترميه؟ قال: لا، ولكني كنت أخيطه وألبسه. فقال الشيخ: إن كنت أنت تشفق على ثوبك الذي يحيا ولا يتنفس، فكيف لا يشفق الله على خليقته التي تحيا وتتنفس؟ سأل أحد الأخوة الأب بي من قائلا: يا أبي، إن وقع إنسان في خطيئة ورجع، فهل يغفر الله له؟ فقال له الشيخ: إن كان الله قد أمر الناس بأن يفعلوا هذا، أفما يفعله هو؟ نعم، بل وأكثر بما لا يقاس، إذ هو نفسه الذي أوصى بطرس بهذا عندما قال له بطرس: إن أخطأ إلي أخي 7 مرات أغفر له؟ فقال له سيدنا المتحنن: لست أقول 7 مرات فقط، لكن 70. قال شيخ: إني أهوى الرجل الذي يخطئ ويندم ويقر بخطأه أكثر من الرجل الذي يعمل الصلاح ويزكي نفسه. شيخ حدثته أفكاره قائلة له: استرح اليوم وتب غدا. فقال: لن يكون ذلك أبدا، بل علي أن أتوب اليوم ولتكن مشيئة الرب غدا. كذلك حدثته أفكاره من جهة الصوم قائلة له: كل اليوم وتنسك غدا. فقال: لن أفعل ذلك، لكني أصوم اليوم وتتم إرادة الله غدا. كان إنسان جندي من بلاد الأكراد قد عمل خطايا كثيرة ودنس جسده بكل أصناف النجاسات، وبرحمة الله تخشع قلبه فزهد في العالم ومضى إلى موضع قفر وبنى له قلاية في أسفل الوادي وأقام فيها مهتما بخلاص نفسه. فلما عرف مكانه من بعض معارفه صاروا يحضرون له خبزا وشرابا وكل حاجات، فلما رأى ذاته في راحة وأصبح لا يعوزه شيئا حزن وقال في نفسه: إننا ما عملنا شيئا يستوجب الراحة، وهذا النياح الآن يفقدني النياح الأبدي، لأني لست مستوجبا لنياح البتة. وهكذا طرغ قلاية وانصرف قائلا: لنسر إلى الضيعة، لأنه ينبغي لي أن أأكل الحشيش طعام البهائم، إذ كنت قد فعلت أفعال البهائم. وهكذا أصبح راهبا مجاهدا. قيل عن الأب أموناس إنه أتاه أخ يطلب منه كلمة منفعة، وأقام عنده 7 أيام ولم يجبه الشيخ بشيء، وأخيرا قال له: انطلق وانظر لذاتك، أما أنا فإني خاطئ وخطاياي قد صارت سحابة سوداء مظلمة حاجزة بيني وبين الله. قال الأب ألينوس: من لم يقل لا يوجد في هذا الكون كله إلا الله وأنا فقط، فلم يصادف نياح. وقال أيضا:
لو لم أكن هدمت كل شيء لما كنت قادرا على أن أبني ذاتي. كذلك قال: لتكن مشيئة الإنسان من بكرة إلى عشية بحسب قياس إلهي. جاء عن الأب بوفنوتيوس إنه لما كان في البرية كان مزاجه صعبا وأعماله بحرارة كثيرة، ولكنه لما صار أسقفا تغير الحال قليلا، فطرح ذاته قدام الله قائلا: يا ترى أمن أجل الأسقفية ابتعدت عني النعمة؟ فقيل له: لا، ولكن لما كنت في البرية حيث لا يوجد إناس كان الله يعضدك، أما الآن فإنك في العالم حيث يوجد الذين يعضدونك، وما أن علم ذلك حتى هرب لوقته إلى البرية. كان أنبا أبولو إذا جاءه أحد الأخوة طالبا معونته في عمله فإنه يمضي معه بفرح قائلا: لقد حسبت اليوم مستحقا لأن أعمل مع المسيح الملك، وذلك أفضل جدا من نفسي. قيل عن الأب بيساريون إنه كان كالطيور وكأحد الوحوش البرية، أكمل حياته بلا هم، ولم يهتم قط ببيت ولا خزن طعاما ولا اقتنى كتابا، بل كان بكليته حرا من الآلام الجسدانية، راكبا فوق قوة الإيمان، صائرا بالرجاء مثل أسير للأمور المنتظرة، طائفا في البلاد كالتائه عاريا تحت الأهوية، وكان يصبر على الضيقات مسرورا، وكان إذا وجد مكانا فيه إناس يجلس على الباب باكيا مثل إنسان نجا من الغرق، فيخرج أحدهم ويسأله: لماذا تبكي أيها الإنسان؟ فيجيبه قائلا: إن لصوصا وقعوا بي وأخذوا جميع غنى بيتي، ومن الموت أفلت بعد أن سقطت عن شرف نسبي. فإذا سمع ذاك منه هذا الكلام المحزن يدخل ويأتيه بقليل من الخبز قائلا له: خذ هذا يا أبتاه، والله قادر أن يرد لك حاجتك. فيقول: أمين، ولا يأخذ شيئا، بل كان يبكي منتحبا ويقول: اطلب أنت يا أخي كي يرد لي الله شيئا منها. مضى إلى الأب بنيامين بعض الأخوة بالإسقيط وأرادوا أن يصبوا له قليلا من الزيت، فقال لهم: هوذا الإناء الصغير الذي جئتم به منذ 3 سنين موضوع بحاله كما تركتموه. فلما سمعوا عجبوا من جهاد الشيخ وقالوا: يا أبانا، هوذا زيت طيب، أما ذاك فإنه زيت نغل. فلما سمع ذلك رسم ذاته بالصليب وقال: إني ما علمت قط إن في الدنيا زيتا غير هذا. أذاعوا في برية مصر إن الصيام الكبير قد بدأ، فمر أخ بشيخ كبير وقال له: لقد بدأ الصوم يا أبي. فقال له الشيخ: أي صيام يا ابني؟ فقال له الأخ: الصيام الكبير. فأجاب الشيخ وقال له: حقا أقول لك، إن لي هنا 53 سنة لا أدري متى يبدأ الصوم الذي تقول لي عنه ولمتى ينتهي، ولكن سيرت سنيني كلها واحدة. قام الأب غرغوريوس السائلوغوس: إن هذه الأشياء 3 الآتية يطلبها الله من كل إنسان من بني المعمودية، وهي إيمان المستقيم من كل النفس، وصدق اللسان، وطهر الجسد وعفته. وقال أيضا: إن العمر كيوم واحد بالنسبة لأولئك الذين يريدون أن يعملوا بشوق.
كان للأب جلاسيوس مصحف أي إنجيل يساوي 18 دينارا، إذ كان محتويا على العتيقة والحديثة، وكان موضوعا في الكنيسة، فكل من جاء من الأخوة قرأ فيه. فجاء أخ غريب إلى الشيخ، ولما دخل ذلك الأخ إلى الكنيسة أبصر الكتاب فاشتهاه وسرقه ومضى، فلم يتبعه الشيخ الذي كان قد علم بما فعله الأخ، فمضى به الأخ إلى المدينة وأعطاه لإنسان وطلب منه 16 دينار، فقال المشتري: إني لا أدفع الثمن دون أن أفحص الكتاب، فتركه عنده. وإذا بالرجل يأتي به إلى الأنبا جلاسيوس ويعرفه بموافق البائع عليه، فقال الشيخ: اشتريه فإنه جيد ويساوي أكثر من هذا الثمن. فمضى ذلك الرجل وقال للأخ: إني أريته للأب جلاسيوس فقال لي إن هذا الثمن كثير. فسأله الأخ: ألم يقل لك الشيخ شيئا آخر؟ فقال: لا. حينئذ قال الأخ: إني لا أريد أن أبيعه. ثم أن الأخ أخذ الكتاب وجاء به إلى الأب جلاسيوس وهو نادم، فلم يشاء الشيخ أن يأخذه، فطلب إليه الأخ قائلا: إن لم تأخذه فلن يكون لي راحة. فقبله، وبعد ذلك مكس الأخ عند الشيخ إلى حين وفاته. ومرة أحضر إلى البير سمك، فشواه الطباخ وتركه في الخزانة وخرج. فقبل أن يمضي أقام عليه صبيا ليحرسه إلى حين عودته، إلا أن الصبي بدأ يأكل من السمك بشره. فلما جاء الخازن ووجده يأكل غضب ورفسه، فصادفت الرفسة نافوخه أي أم رأسه وهو جالس، فوقع الولد على الأرض ميتا. أما الخازن فقد اعتراه الخوف وأخذ الصبي ووضعه على السرير وغطاه، وجاء إلى الأب جلاسيوس وخر عند رجليه وأعلمه بما حدث. فقال له الشيخ: لا تعلم إنسانا بهذا الأمر، لكن اذهب وأحضر سرا إلى الدياقون يكون، وضعه قدام المذبح وانصرف. فجاء الشيخ إلى الدياقون يكون وقام في الصلاة، ولما اجتمع الأخوة في الكنيسة التي أديت صلاة الليل خرج الشيخ والصبي خلفه. وقيل عن الأب جلاسيوس أيضا إنه قلق من أفكار تعرض عليه الخروج إلى البرية، فقال لتلميذه: احرص على عدم مخاطبتي هذا الأسبوع. ونهض وأخذ عصا بيده وبدأ يمشي خارج القلاية، وجلس قليلا ثم قام ومشى. فلما صار العشاء قال لفكره: إن الذين يطوفون البرية خبزا لا يأكلون وتحت سقف لا ينامون، كما إن أولئك أيضا يقتاتون بالحشيش، أما أنت فلكونك ضعيفا كل بقولا. فأكل ورقد تحت السماء، واستمر على ذلك 3 أيام وهو يمشي طول النهار ويأكل في العشية بقولا يسيرا وينام في العراء. فلما تعب حينئذ بدأ يعاتب نفسه قائلا: بما إنك لا تقدر أن تقوم بأعمال أصحاب البرية، فأولى بك أن تجلس في قليتك وتبكي على خطاياك ولا يطيش عقلك قائلا: ادخل إلى البرية، لأن عيني الرب في كل مكان ناظرة إلى أعمال جميع الناس، وهو يعرف جميع فاعل الخير. قال الأب جليانيوس: إن كثيرين يقاتلون بشهوة الجسد وهم زناه من غير أن يقتربوا إلى جسد غريب، لأنهم لم يعرفوا كيف يقمعون أفكارهم، فحفظوا البتولية لأجسادهم فقط وزنوا بأنفسهم. فجيد هو أن يحرص كل واحد منا على أن يحفظ قلبه.
قيل عن الأنبا دانيال إنه لما أتى البربر إلى الإسقيط وهرب الرهبان كلهم قال: إن لم يشاء الله لي أن أعيش فمالي والحياة، وإنه جاز بينهم فلم يبصروه البتة، فقال في نفسه: هوذا قد اهتم الله بي ولم أمت، فلأصنع الآن مثل إخوتي. فقام وهرب. وحدث مرة أن سأله أخ قائلا: ارسم لي وصية واحدة أحفظها. فقال له: لا تجعل يديك مع امرأة في صحفة واحدة، ولا تأكل معها، لأن هذا فخ شيطان الزنا. ومما جاء أيضا عن أنبا دانيال إنه حدث إن كان لرجل غني في إحدى مدن مصر ابن مجنونة بروح النجس، ولم يحصل لها على شفاء، وكان له صديق راهب. هذا قال له إنه لا يستطيع أحد أن يشفي ابنتك إلا الشيوخ الرهبان، ولكنك إن طلبت إليهم فلن يجيبوك إلى طلبك لتواضعهم، فأشير عليك بأن تصنع حسب ما أقوله لك، فإذا هم جاءوا إلى السوق ليبيعوا عملهم تظاهر بأنك تريد الشراء منهم، وخذهم معك إلى منزلك لتعطيهم الثمن، وحينئذ اسألهم أن يصنعوا صلاة، وأنا واثق إن ابنتك تبرأ. فلما خرج الرجل إلى موضع البيع وجد راهبا واحدا من التلاميذ جالسا، فأخذه إلى بيته مع زنابيله بحجة أن يعطيه ثمنها. فلما وافى الراهب إلى المنزل خرجت البنت المجنونة ولطمت خد الراهب، فحول لها الآخر بالتضاع حسب الوصية، فتعذب الشيطان من إتمام الوصية، وخرج منها متألما صارخا قائلا: الويل لنا من وصايا يسوع، لأنها تزعجنا. فلما علم الشيوخ بما كان سبحوا الله قائلين: لا شيء يزل عظمة الشيطان مثل إكمال وصية السيد المسيح ربنا بإتضاع. قيل عن الأب ديسقورس الشاسي إن خبزه كان من شعير وعدس، وفي كل سنة كان يرسم لنفسه خطة يبدأ بها جهاده قائلا: مثلا في هذه السنة سوف لا ألتقي بإنسان ولن أكلم أحدا، وفي هذه السنة لن أأكل طبيخا ولن أتذوق ثمرة. وهكذا كان يصنع في كل خطة، فإذا تمم إحداها بدأ بالأخرى، وهكذا كان الحال طول السنة. وقد كان يقول: إن كنا نلبس الثوب السمائي فلن نوجد عراة، وإن وجدنا لابسين غير ذلك الثوب فماذا نصنع؟ نخاف أن نسمع ذلك الصوت القائل: اخرجوه إلى الظلمة القصوى، هناك يكون البكاء وصرير الأسنان. فالآن يا إخوتي، قبيح بنا بعد أن نقضي في لبس الإسكيم هذه السنين كلها أن نوجد عراة في اليوم الأخير، وليس علينا ثياب العرس. فالويل لنا من تلك الندامة إذا ما نظرنا إلى سائر الأبرار والصديقين وهم يصعدون إلى السماء ونحن نساق إلى العذاب. قال الأب إبيفانيوس إن التأمل في الكتب حرز عظيم يحفظ الإنسان من الخطية ويستميله إلى عمل البر. وقال أيضا إن الجهل بما في الكتب جرف عظيم السقوط وهوته عميقة. كذلك قال إن خطايا الأبرار على شفاههم، أما خطايا المنافقين فهي في جميع أجسادهم. من أجل ذلك يقول النبي: ضع يا رب حفاظا على فمي وبابا حصينا لشفتي. كما قال إن الله يترك للخطاة رأس المال إزاء توبتهم مثل الزانية والابن الشاطر. فأما الصديقون
فإنه يطلب منهم رأس المال مع ربحه، إذ قال له المجد لتلاميذه: إن لم يزد بركم على الكتبة والفريسيين فلم تدخلوا ملكوت السماوات. وأيضا قال الأب إبيفانيوس: إن الرب إلهنا يبيع ملكوته للناس بشيء يسير، بكسرة خبز، بثوب دال، بكأس ماء بارد، بفلس واحد، وذلك إذا قدمت بإفراز. حدث في ذات يوم أن التقى الأب القديس أفرام السرياني بامرأة فاسدة وراودته عن نفسها كي يشترك معها في جماع النجس، وإلا شنعت عنه. فقال لها إن بعض الأخوة اعتادوا المجيء إلى ها هنا، فاتبعيني إلى موضع آخر. فتبعته، ولما اقتربوا من موضع يجتمع فيه إناس كثيرون قال لها: إني أرى أن نكمل الفعل ها هنا. فقالت له: يا راهب، أما تستحي من كثرة هؤلاء الناس الذين يبصروننا ونحن في الفعل القبيح؟ فقال لها: وأنت يا امرأة، أما تستحين من الله خالق الناس الذي ينظرن في هذا الفعل القبيح؟ فخزيت وانصرفت خائبة. سأل أخ الأب أورانيوس قائلا: كيف يأتي خوف الله للنفس؟ فأجابه وقال له: إن اقتنى الإنسان الطوابع ورفض المقتنيات ولم يدن أحدا، فإن خوف الله يأتي للنفس. وقال أيضا: يجب أن تقتني نفسك دائما تواضعا وفزعا وكسرة نوح وقلة طعام. وحدث أيضا لما كان مبتدئا أنه مضى إلى أحد الشيوخ وطلب منه كلمة، فأجابه الشيخ: إن آثرت الخلاص فإذا اتفق وجودك عند إنسان فلا تتكلم قبل أن تسأل. وإذ أدرك معنى الكلام صنع مطانية للشيخ وقال: لقد درست كتبا كثيرة ولكن مثل هذا الأدب لم أعرف بعد، وانطلق منتفعا. جاء عن الأب ألاديوس أنه أقام بالإسقيط 20 سنة بقلاية لم يرفع عينيه لينظر سقفها، وكان طعامه خبزا وملحا دائما. وإذا وافت أيام الفصح كان يقول: إن الإخوة يأكلون خبزا وملحا فعلي أن أأكل خبزا وأنا واقف. قال الأب أوغاريتيوس: إذا كنت جالسا في قلايتك فاجمع عقلك وأذكر يوم خروجك من الدنيا، وتفطن في موتك وتفهم التجربة التي تحل بك، وإلزم التعب لترضي الله، واحتقر أمور هذا العالم الباطل ليمكنك أن تكون في الصمت دائما ولا تضعف. وأذكر أيضا يوم القيامة ولقاء الله وذلك الحكم المفزع، وما ينال الخطاة من الخزي أمام الملائكة والقوات وجميع الخلائق. وأذكر الجحيم وفكر في الأنفس التي تصير فيه، وأي مرارة هناك، وأي فزع وضيق يقاسيه الخطاة بلا منفعة من ذلك البكاء النفساني الذي ليس له انقضاء، والعذاب الدائم في النار التي لا تطفأ، والدود الذي لا ينام، والظلمة القصوى وصرير الأسنان. وأذكر أيضا الخيرات المعدة للقديسين والفرح الدائم في ملكوت السماوات والنعيم الأبدي، وكن دائما متذكر الفريقين. أما على الخطاة فإبكي ونوح، وجاهد ألا تصير إلى ما صاروا إليه، وأفرح بما أعد للصديقين وأحسد سيرتهم، وأعد نفسك لتدرك ما أدركوه. انظر لا تنسى ذلك
إذا كنت داخل قلعتك أو خارجها لكيما تقاتل الأمراض الردية بهذه الذكريات العتيدة. وقال أيضا الأب أوراتيوس: ليست الحاجة ماسة إلى كثرة الكلام، لأن كثرة الكلام غريزة في الناس دائما، إنما الحاجة ماسة إلى العمل. كما قال أيضا: اقطع نفسك من مودة الكثيرين لئلا يكون عقلك مناصبا لك فيقلقل إعادة السكوت. كذلك قال: ما أعظم أن يكون الإنسان بغير طياشة في صلاته، وأعظم من ذلك أن يكون تحت الخليقة كلها. وقال أيضا: اقرن محبة اللاهوتية بالجوع، لأنه يأتي بالراهب إلى ميناء عدم الأولياء. وحدث مرة أن انعقد بالإسقيط مجلس من أجل أمر ما، فتكلم الشيخ فيه فقال له القس: نحن نعلم يا أبتاه إنك لو كنت في بلدك لصرت أسقفا أو رئيسا على كثيرين، فأما الآن فإنك ها هنا مثل غريب. فهز رأسه متمهدا وقال: نعم، إنها مرة واحدة تكلمت فيها، وإن شاء الله لن يكون لها ثانية. جاء إلى الأب زينون في بلاد سوريا أخ مصري وأعلن له أفكاره، فتعجب الشيخ قائلا: إن المصريين إذا ما كان عندهم فضيلة كتموها، وما ليس عندهم من الزلات نسبوه إلى أنفسهم، وذلك بخلاف ما يفعل الناس الذين إذا فعلوا خيرا تكلموا به وأظهروه، والزلات يكتمونها. وسأله إخوة قائلين: ما معنى المكتوب إن السماوات ليست نقية قدامه؟ فأجابهم: إن سكان الأرض أهملوا الفحص عن تطهير خطاياهم وصاروا يفحصون السماوات، فهذا القول لما كان وحده طاهرا لذلك قيل إن السماوات غير ناقية إزاءه. ودفعة كان سائرا بإحدى نواحي فلسطين فتعب وجلس ليأكل بقوبة مقساة، فقال له فكرة: خذ لك ثمرة من ثمار القساء وكلها، فماذا يصيبك من هذا؟ فأجاب فكره قائلا: إن الله قال لا تسرق، والذي يخالف وصايا الله يلقيه في النار، فجرب أنت نفسك أولا إن كنت تحتمل النار. فوقف تحت أشعة الشمس المحرقة عاريا مقدار ساعة حتى التهب، حينئذ قال لفكره: إذا كنت لا تحتمل العذاب فلا تسرق ولا تأكل مسروقا. وقال أيضا: من يريد أن يسمع الله صلاته بسرعة فإنه إذا وقف يصلي ليبسط لديه أولا ويطلب من أجل أعدائه بضميره كله قبل أن يصلي من أجل نفسه، فبهذه الفضيلة يستجيب الله له في كل ما يسأله. أضاف الأب أشعيا الإسقيطي إنسانا من الأخوة، فغسل رجليه وجعل قليلا من العدس في القدر ووضعه على النار، وماء غلى حتى رفعه عن النار. فقال له الأخ: أيها الأب، إن العدس لم ينضج بعد. فقال له الشيخ: ألا يكفيك ما أبصرته من النار؟ لأنه غذاء عظيم. وقيل إنه أقام مدة من الزمان وهو عريان بلا ثوب في البرية، فأوحى الله إلى بعض الشيوخ أن يمضي إليه ويستر عورته. فلما جاءه الشيخ أخبره بالأمر فقال: أما يوجد في العالم عريان غيري؟ قال الأب إيليا: إني أفزع من ثلاث أشياء: أفزع من وقت خروج نفسي من جسدي، ومن لقاء الله،
ومن خروج القبية عليه. وقال عنه شيخ إنه لمحبته في الوحدة أقام في دربة خربة، فأتاه الشياطين قائلين اخرج من هذا المكان لأنه موضعنا، فأجابهم الشيخ أنتم ما لكم مكان، فبددوا خوصه وقالوا له اخرج منها هنا، فقام وجمعه وجلس يبفر وهو صامت، فبددوه له أيضا قائلين اخرج من موضعنا، فقام أيضا وجمعه وجلس صامتا، ثم أن الشياطين أمسكوه بيده وبدأوا يجرونه إلى خارج قائلين لا تقم ها هنا لأنه موضعنا، فلما بلغ الباب أمسكه بيده وصرخ قائلا يا يسوع المسيح إلهي أعني، وللوقت هربت عنه الشياطين، فابتدأ الشيخ يبكي، فجاءه صوت الرب قائلا له لماذا تبكي؟ فقال الشيخ كيف لا أبكي وهؤلاء يتجاسرون هكذا على محاربة خليقتك؟ فقال له الرب إنك أنت الذي تواليت، فلما طلبتني وجدتني. كان القديس تدرس المصري قد اقتنى لنفسه ثلاث أناجيل سمينة، فمضى إلى الآب مقريوس وأخبره بأن لديه كتبا جيدة، وسأله هل يبقيها لمنفعته ومنفعة الأخوة أم يبيعها ويدفع ثمنها إلى المساكين؟ فقال له أما العمل فجيد، لكن ترك المقتنيات أفضل منه. فمضى وباع الكتب وفرق سمتها وأعطى المساكين. وحدث مرة أن جاءه أخ كان جالسا في قلايته فتقلقل في الوحدة، فلما عرفه بذلك قال له الشيخ امضي ودع فكرك واترك الوحدة الآن واجلس في الطاعة مع آخرين حتى يسكن العاصف. فمضى إلى جبل السلوى وسكن مع الأخوة، وبعد قليل عاد إلى الشيخ وقال له ومع الأخوة ما وجدت راحة. فقال له الشيخ مع الأخوة لا تستريح وفي الوحدة لا تتنيح، فلماذا لبست لباس الأجناد المجاهدين؟ فما سميت نفسك راهبا إلا لتتحمل الضرب والطعن والأحزان وأقلها الجوع والعطش، كم سن لك في الإسكين؟ فقال له 8 سنين. فقال له الشيخ يا ابني إن لي في الإسكين إلى يومنا هذا 70 سنة لم تخل يوما واحدا من الأحزان المرة، وأنت في مدى 8 سنين تريد النياح؟ فلما سمع الأخ هذا الكلام من الشيخ تعزى ومضى وسكن وحده، وبدأ يلبس عدة الحرب، وأخذ بيده الترس المنيع طعن الإيمان الصحيح، ووضع على رأسه خوذة الخلاص أي الرجاء والتصديق بما في الكتب، حازيا قدميه ببشارة الإنجيل، وهكذا أخذ يثبت نفسه بتدبير حسن حتى انحلت عنه قوة المعاند. كذلك حدث مرة أن جاء إليه أخ هذا طلب إليه مدة 3 أيام، كان يسمع منه كلمة فلم يجيبه بشيء، فمضى حزينا. فقال له تلميذه يا أبتاه لماذا لم تجيبه بشيء؟ فقد مضى حزينا. فأجابه الشيخ قائلا يا ابني إني ما سكت عن الكلام إليه إلا لكونه بياعا يؤثر أن يتمجد بأقوال الآخرين. ومرة أتى إليه أحد الشيوخ وقال له إن فلانا الأخ رجع إلى العالم. فقال له الشيخ لماذا عجبت من هذا؟ لا تعجب، لكن اعجب بالأحرى إن كان هناك إنسانا هرب من العالم. وأيضا أتاه مرة أخ وابتدأ يكلمه ويستقصي عن أمور ما توصل إليها بعد حتى ولم مارسها قط،
فقال له الشيخ: إنك لم تجد السفينة بعد ولم تركبها، فكيف تدعي وصولك إلى المدينة قبل ركوب السفينة؟ أولى بك ألا تتحدث في أمر ما إلا بعد ممارسته أولا. كما جاء مرة إنسان يبيع بصلا فابتاع منه كيلا، وقال تلميذه: امضي واملأ الكيل قمحا. وكان يوجد نوعان من القمح، نوع منقى والآخر غلط غير منقى، فمضى التلميذ وملأ الكيل من القمح غير المنقى، فنظر إليه الشيخ بحزن فوقع الكيل وانكسر وصنع له الآخر مطانية. فقال له الشيخ: ليس الخطأ منك، لكني أخطأت إذ قلت لك. ثم إنه دخل فملأ حجره من القمح المنقى ودفعه للرجل مع البصل. وقيل عنه إنه لما كان جالسا في قلايته في الإسقيط أتاه شيطان محاولا الدخول فربطه خارج القلاية، ووفاه شيطان آخر محاولا دخول القلاية كذلك فربطه أيضا خارج القلاية، وجاء شيطان ثالث. ولما وجد زميليه مربوطين قال لهما: ما بالكما واقفين هكذا خارج القلاية؟ فقال له: بداخل القلاية من هو واقف ليمنعنا من الدخول. فغضب الشيطان الثالث وحاول اقتحام القلاية، ولكن الشيخ ربطه كذلك بقيود صلاته خارج القلاية. فضجت الشياطين لصلوات الشيخ وطلبت إليه أن يطلق سراحها، حينئذ قال لهم: امضوا واخزوا، فمضوا بخزي عظيم. وقيل عنه أيضا إنه أتاه بعض الشيوخ الآباء فوجدوه لابسا ثوبا ممزقا وصدره مكشوف وكاكليته قدام، واتفق وقتئذ أن وفاه إنسان غني ليراه، فلما قرع الباب خرج الشيخ وفتح له واستقبله وأجلسه على الباب، فأخذ التلميذ قطعة من ثوب وغطى بها أكتافه، فمد الشيخ يده ورماها عنه. فلما انصرف ذلك الإنسان الرئيس سأله التلميذ قائلا: يا أبتا، لماذا صنعت هكذا؟ لقد أتاك الرجل لينتفع، فلماذا شككته؟ فقال له الشيخ: لماذا تدعوني أبا ونحن بعض نرضي البشر؟ قد أضعنا الزمان وجاز الوقت، فمن أراد أن ينتفع فلينتفع، ومن أراد أن يتشكك فليتشكك، أما أنا فكما أوجد هكذا ألتقي بالناس. ثم أنصت تلميذا قائلا: إن أتى إنسان يريد رؤياي فلا تقل له شيئا وعظيا، بل إن كنت أأكل فقل له إنه يأكل، وإن كنت نائما فقل له إنه نائم، وإن كنت أصلي فقل له إنه يصلي. وسأله أنبا إبراهام مرة قائلا: يا أبتا، أيهما أحسن، أن أقتل لأنفسنا كرامة أم هوانا؟ فقال الشيخ: أما أنا فأشتهي اقتناء الكرامة لأنها أفضل من الهوان، لأني إذا عملت عملا صالحا وأكرمت إزائه أستطيع أن ألزم فكري بعدم استحقاقي للكرامة، وأما الهوان فيصدر عن أفعال قبيحة تغضب الله وتشكك الناس، والويل لمن تأتي من قبله الشكوك. وعلى ذلك فالأفضل عندي هو أن أعمل الخير وأمجد. فقال أنبا إبراهام: حسنا قلت. مضى البابا سأوفيلوس بطريرك الأسكندرية إلى جبل نكرية، وجاء إلى أب الجبل وقال له: ما هو أفضل شيء وجدته في طريقة جهادكم هذه يا أبتاه؟ فقال له الشيخ: لا يوجد شيء أفضل من أن أرجع بالملامة على نفسي في كل أمر،
فقال البابا: بالحقيقة هذه هي الطريقة الفاضلة التي لا يوجد قط أفضل منها. وقال أيضا: إني مرتعب فزع من تلك الشدة التي سوف تعانيها النفس عند خروجها من الجسد، إذ تأتيها أجناب الشر وماسكوا ظلمة هذا العالم الخبيث، فيأخذونها ويظهرون لها كل ما عملته من الخطايا بمعرفة وبغير معرفة، ويحاجبونها على كل ما عملت، فأي شدة ورعب تلحق بالنفس في تلك الساعة حتى يصدر الحكم بمصيرها وتصبح في عتق. هذه هي ساعة الشدة التي تقاسيها حتى تبصر خاتمة أمرها، فإن كانت مستحق النعيم يأخذها الملائكة بكرامة ويحفظونها من الشياطين الأشرار، وحينئذ تصبح من ذلك اليوم معتوقة منهم، كما هو مكتوب: إن مسكن جميع الفرحين فيك يا مدينة الله. وحينئذ يتم المكتوب: إن الوجع والتنهد والتعب يهرب، وحينئذ تفلت من أجناب الظلمة لتمضي إلى ذلك المجد الأسني الذي لا ينطق به. أما إن وجدت النفس وقد كانت عائشة بالتواني، فإنها تسمع ذلك الصوت المحزن ليبعد المنافق كي لا يعاين مجد الرب، وحينئذ يدركها يوم السخط، يوم الحزن والشدة، يوم الظلمة وظلال الموت، فتلقى في الظلمة الخارجية ويحكم عليها بالعذاب المؤبد في نار غير مطفئة، حيث يهرب كل النعيم والابتزاز، وحيث لا يوجد فرح ولا نياح ولا غنى ولا جاه ولا من يخلص من ذلك اللهيب المعد للنفوس الخاطئة. فإذا كانت هذه الأمور هكذا، فأي تدبير ذي أمانة وقداسة ينبغي لنا أن نتدبر في هذا العمر، وأي تسبيح وأي صلوات وأي تحفظ يجب أن نقتني بغير دنس وبغير عين، بطهارة وسلام، لتؤهل لسماع ذلك الصوت المملوء فرحا القائل: هلموا يا مبارك أبي رسل ملك المعد لكم من قبل إنشاء العالم الدائم إلى ظهر الباهرين، آمين. سئل البابا ساوفيلوس من الأم تأذور الراهبة عن الكلمة التي قالها بولس الرسول: اشتروا الزمان فإن الأيام شريرة. فقال لها: المقصود بالشراء هنا الربح كقولك. إذا ما فطر الراهب زمانا بشتيمة فإنه يشتريه بالتواضع وطول الروح ويأخذ الربح المستحق له، كما أن زمان الهوان يشتريه أيضا بعدم الشر، كذلك اشتري الوقت الحاضر فتربحي، حتى إذا اتفق مجيء وقت كذب ونفاق أمكنك أن تشتريه بالصبر والرجاء، وهذا هو ربحه. هكذا كل الأشياء تشترى بضدها، فاجتهدي أن تدخلي من الباب الضيق، لأن الشجرة لا تستطيع أن تثمر ما لم تصلها الرطوبة والأمطار. فهذا العالم يعتبر شتاء للنفس، وبغير أحزان وتجارب لا يمكننا أن نرث ملكوت السماوات. قالت الأمة أذورا: حسن للإنسان أن يسكت، لأن الرجل الحكيم شيمته السكوت. وهذا هو بالحقيقة عون العزارة والرهبان، ولا سيما للشباب منهم، لأني أعلم حقا إنه إذا اقتنى الإنسان في نفسه السكوت فللوقت يجلب عليه الشيطان مللا وثقل رأس وصغر نفس وضعف جسد وانحلال في الركبتين وكل الأوصاف، ويستنحل قوى النفس والجسد فيحتج بأنه عليل لا يقدر أن يتمم صلاته، حتى إذا فرغ من الصلاة زال هذا كله عنه. وذلك لإني أعرف إنسانا راهبا
كان إذا اعتزم أن يبدأ صلاته تأخذه حمى وقشعريرة مقرونة بألام شديدة في رأسه، حتى إنه كان يتوهم بأنه عليل. أما هو فكان يقول لنفسه: يا شقي، لعلك تموت هذه الساعة، فاغتنم صلاتك قبل موتك. وبهذا القول كان يلزم نفسه ويتمم صلاته، وبمجرد فراغه من الصلاة تسكن عنه الحمى وتقف الألام الشعيرة. لكنه إذا عاد إلى الصلاة عادت إليه الحمى والأوجاع وهكذا. فكان بهذا الفكر يقاتل ويغلب ويتمم صلاته حتى خلصه الرب وصار له صبره إكليلا إلهيا. وقالت أيضا الأم تعذور الراهبة: حدث إن إنسانا سمعته غير جيدة شتم أخا عفيفا، فقال له: كنت قادرا على أن أجيبك بما يوافق كلامك هذا، ولكن ناموس إلهي يغلق فمي. كما قالت أيضا: لا نسك ولا تعب ولا صوم يقوم مقام التواضع الكامل، لأنه طيل عن إنسان المتوحد كان يخرج الشياطين. فسألهم قائلا: بماذا تخرجون، أبالصوم؟ فقالوا: نحن ما نأكل قط. فقال: أبالسهر؟ فقالوا: نحن لا ننام. فقال: أبترك العالم؟ فقالوا: إن مساكننا البراري والخرائب. فقال لهم: فبماذا تخرجون إذن؟ فأجابوه: لا يوجد شيء يسحقنا غير التواضع، فالاتباع هو غلبة الشيطان. كذلك قالت: كان إنسانا راهبا من شدة التجارب والمحن المتكاثرة عليه، قال: لنمضي منها هنا. فبينما هو يلبس نعاله أبصر رجلا مقابله يلبس نعاله كذلك، فقال له: إلى أين أنت ماض كذلك؟ أجابه قائلا: إلى الموضع الذي أنت ماض إليه، لأني من أجلك أنا مقيم في هذا الموضع، فإذا أردت الانتقال منها هنا فسوف أنتقل بدوري، لأني ملازم لك حيثما سكنت. وقالت أيضا الأم تأدور الراهبة: إن راهبا آخر كان يسكن في موضع حار، فكسرت عليه الهوام وتعب من ذلك جدا، لأنه لم يكن من ذوي المراتب أو الغنى، فأتاه الشيطان في صورة مفتقد وقال له: كيف تستطيع الإقامة بهذه القلاية التي تصنع الدود من شدة حرارتها؟ فقال له: أما الدود فإني أصبر عليه لأفلت من الدود الذي لا ينام، وأما الحر فإني أصبر عليه كذلك لأنجو من نار جهنم، فإن هذين زائلين وأما ذلكما فباقيان، وبصدره هذا قهر الشيطان. قال الشيخ: إذا كان راهب مقيما في موضع وأراد أن يصنع في ذلك الموضع خيرا ولم يستطع، فلا يظن هذا إنه إذا ذهب إلى موضع آخر يستطيع أن يصنع ذلك الخير. وقال شيخ آخر: إذا أقام راهب عمال في موضع مع رهبان غير عمالين فإنه لا يفلح إلا إذا ضبط نفسه ولم يرجع إلى الوراء، ويكون بذلك مستحقا جزاء صالحا. أما الراهب البطال الذي يقيم بين مجاهدين، فإن هو انتبه فإنه يمشي إلى قدام ولن يرجع إلى الوراء. كذلك قال شيخ: إذا كان وجع يقاتلك في موضع ما وتترك ذلك الموضع ظنا منك أنه يخف عنك دون أن تقاتله، فاعلم أنك إذا لم تغلبه حيث قاتلك فإنه سوف يسبقك إلى كل موضع تمضي إليه، لأني أعرف أخا كان ساكنا بدير وكان مداوما على السكوت،
إلا أنه كان كل يوم يتحرك من وجع الغضب، وقال في نفسه: أمضي وأسكن وحدي في قلاية، وحيث أنه لن يكون هناك أحد ساكنا فسوف أهدأ ويخف عني الوجع. فخرج وسكن وحده في مغارة، وفي أحد الأيام ملأ القلة ماء ووضعها على الأرض، ولوقتها تدحرجت وانسكب ما فيها، فأخذها وملأها مرة ثانية ووضعها فانسكبت كذلك، فملأها دفعة ثالثة فانقلبت أيضا، فغضب وأمسكها وضرب بها الأرض فكسرها. فلما جاء إليه قلبه علم أن الشياطين قد سخروا منه، فقال: هوذا قد انغلبت أنا في الوحدة كذلك، فلأذهب إلى الدير، لأنه في كل موضع يحتاج الإنسان إلى جهاد وصبر ومعونة من الله. ثم قام ورجع إلى موضعه. قال الشيخ: إنه كان أخ قد جرب بأفكار 9 سنين حتى إنه يأس من خلاصه، ومن الخوف كان يقول هلكت، ولما كاد أن ينقطع رجاءه بالكلية صار إليه صوت قائلا: إن الشدائد التي لحقت بك في هذه السنين 9 هي أكاليل لك لا تكل من الجهاد. فلما سمع هذا تقوى بالرجاء وخفت عنه الأفكار. قال أنبا إسحاق: رأيت مرة إخوة يحصدون في حقل ما، فأراد أحدهم أن يفرق سنبلة، فاستأذن صاحب الحقل في ذلك، فأجابه متعجبا: إن الحقل كله بين يديك أيها الأب، وتستأذنني في هذا؟ إلى هذا الحد من التحفظ كان ذلك الأخ يحتاط لنفسه. وحدث أيضا أن اعتل هذا الأخ علة عظيمة لدرجة أنه يرى من تحته دما، فصنع له أحد الأخوة طعاما وجاء به إليه فلم يذقه، فألح عليه ذلك الأخ أن يتناول منه قليلا بسبب مرضه، فأجابه: صدقني يا أخي، إني أشاء لو أن السيد المسيح يتركني في هذه العلة 30 سنة. فأخذ الأخ الطعام الذي أحضره وانصرف. وقيل عنه لما جاءت وفاته أن اجتمع إليه الأخوة قائلين: ماذا نصنع بعدك يا أبانا؟ قال لهم: كما أمكنت أسلك قدامكم أسلكوا واحفظوا وصايا السيد المسيح، فيرسل إليكم نعمة روحه القدوس ويحفظ هذا الموضع، وإن لم تحفظوا فلن تثبتها هنا، لأننا نحن لما تنيح أباؤنا اغتممنا، ولكن لما حفظنا وصايا إلهنا ثبتنا موضعهم. قال الأب يعقوب: إن الغربة أفضل من ضيافة الغرباء. قال الشيخ: إني لما كنت في البرية الداخلية كان بقربي شاب راهب مهتم بخلاص نفسه، فرأيته مسالما للوحوش يأنس إليها كما تأنس هي إليه، وكانت هناك ضبعة تربع جراها، فتقدم ذلك الشاب وطرح نفسه وابتدأ يرتبع مع جراها. طلب أخ من الأب باركس أن يقول له كلمة، أجابه: اجلس في قلايتك إن جعت كلي، وإن عطشت اشرب، ومنها لا تخرج ولا تتكلم بكلمة سوء، وأنت تخلص. قصد الأب يوحنا السرياني أناس أشرار خبثاء، فأخذ ماء في طشت وغسل أقدامهم، فما كان منهم إلا أن احتشموا من إكرامه فتابوا. سأل أخ شيخا قائلا: ماذا أعمل يا أبي لا أمارس أمرا من أمور الرهبنة، وهم كله في أن أأكل وأشرب وأرقد،
وأنا في ذكريات سمجة وسجس كثير. أخرج من هذا الفعل إلى ذاك، ومن هذا الفكر إلى غيره. فقال له الشيخ: اجلس في قلايتك واعمل بقدر استطاعتك بلا سجد، فإنه يرضيني هذا القدر اليسير الذي تعمله الآن مثل تلك الأمور الكبار التي كان أنطونيوس يعملها في البرية. ولي إيمان إن كل راهب يجلس في قلايته من أجل الله، مفتشا أفكاره، تاركا التفتيش عن عيوب الآخرين، فإن ذلك يؤهله لأن يكون موضع أنطونيوس.